ومستمعينا الأعزاء، في هذه اللحظات حيث يتواجد سيدي سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد إمارة أم القيوين حفظه الله ورعاه، ويتفضل سموه بتكريم الأخوان الفائزين. أولا الشاهنية اللي فازت في الشوط الأول والسيارة والسيف الذي يحمل اسم ولي عهد إمارة أم القيوين لمصلط بن شعيفان بول اثنين السبيعي عبد الله بن طويرش الوهيبي، يكرم بالسيف سيف ولي عهد إمارة أم القيوين. ألف مبروك والناموس والسلام إلى رماح في الرياض. الشوط الثاني فاز فيه شاهين والسلام ذهب إلى الوثبة وإلى النهضة وخنجر سلطان بن ريو بن محمد المنصوري، ألف مبروك. يكرم أيضا بالخنجر الذهبي، ألف مبروك. هل الوثبة يستاهلون، ويضيف إنجاز جديد لإنجازاته السابقة. أيضا حمد بن سعيد النعيمي اللي فاز بالشوط الثالث والسيارة، ألف مبروك. عبد الله بن ريو أيضا المنصوري اللي أنجز الشوط الرابع والنقطة الثانية، ألف مبروك. الشوط الخامس ذهب لسالم بن مبارك بن سعيد الوهيبي نيابة عنه بدر بن طويرش الوهيبي، يستلم السيارة ويكرم من قبل ولي العهد الأمين حفظه الله ورعاه. أيضا شاعرنا المبدع محمد بن خميس بن هندي المهيري يستحق التكريم على هذا الفوز في الشوط السادس. ألف مبروك، ألف مبروك. وأهالي فلج المعلة أيضا سجلوا نقطة مع راشدية فلي المعلة وحمد بن مصبح بن عبود الأغبلي نيابة عنه أيضا سعيد بن مصبح بن عبود وحمد، يستلمون السيارة من قبل ولي العهد الأمين، ألف مبروك للعزبة الذهبية في ميدان اللبسة. أيضا محمد بن خاطر بن هاشل الشامسي اللي وصل السلام إلى أهالي منطقة فلي المعلة يستاهل، ألف ألف مبروك لمحمد بن خاطر بن هاشل الشامسي. الشوط الثامن ذهب إلى منطقة البرير وعبيد بن سلطان بن مرخان نيابة عنه علي بن عبيد بن رشيد الاجتبي، أيضا يستلم الجائزة من يد ولي العهد الأمين، شكرا يا أبو عبد الله. حمد بن محمد الغفيلي من سلطنة عمان الشقيقة ويمثلها العمان بدر بن طويرش اليوم وهو وأخوه عبد الله بن طويرش. حمد بن قناص العامري في الشوط العاشر، حمد بن قناص العامري نيابة عنه عاجل الطارش يستاهل. أيضا هناك أخوان يستحقون التكريم من اللجنة العليا المنظمة، فشاعرنا المبدع الإماراتي شاعر الميادين اللي أهدانا لهذا المهرجان كلمات جميلة عايض بن مطر بن خطروش الاجتبي، يستحق التكريم بخنجر من قبل ولي العهد الأمين حفظه الله ورعاه، ويستاهل أبو محسن، ألف مبروك والسلام لأهل الشويب. أيضا رجل المهمات الصعبة والمبدع دائما ودعمه المستمر لميدان اللبسة أبو عبد الله علي بن عبيد بن رشيد الاجتبي، شكرا يا أبو عبد الله، شكرا. يستحق التكريم أيضا علي بن عبيد بن رشيد، كلمة حق تقال، ألف مبروك. راشد
سعادة راشد بن حمد بن جيش الغفلي أيضا أحد أبناء اللبسة وقدموا دعم لهذا المهرجان يستحق التكريم. مبروك يا أبو أحمد. سلطان بن عبد الله بشر الخاطري أيضا أحد الإخوان الداعمين المتميزين لهذا الميدان في كل عام، يستحق أبو عبد الله التكريم. سالم بن خلفان بالشاوي أيضا أحد الرجال اللي تميزوا بدعمهم دائما لميدان اللبسة، يستحق التكريم. أبو محمد ألف مبروك. شكرا لسيدي ولي العهد الأمين، شكرا لكل الحضور، سعادة السلطان بن راشد الخرجي، علي بن عبيد بن رشيد، وكل من حضر هنا في هذا المكان الجميل. نعود الآن أيها الإخوة مستمعينا الأعزاء، مشاهدينا عبر دبي ريسنج ومستمعينا عبر إذاعة أم القيوين، شكرا للزميل يمعة أيضا سيف الغفلي. نعود إلى ما تبقى من الأشواط.